السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. احنا في البناية التجارية طبعا، مكيفات كارير السبل الدكت، طبعا عمليات تجريب تشغيل في مكيفات، طبعا شغالة في مكيفات لسه مش شغالة، عمليات توصيل الكهربائي. طبعا موضوع الكهرباء دائما موضوع حساس وتصير في مشاكل كثير. بالنسبة لنا الحمد لله المكيفات كلها شغالة، يعني ما عندنا أي مشاكل الحمد لله، ولكن موضوع الكهرباء معظم الأحيان بيكون في مشاكل كما شايفين هون. المكيفات اللي واصلها كهرباء أوكي شغالة عندنا، والمكيفات طبعا اللي في عندها مشاكل إما ما في سبلاي بالوحدة الداخلية أو ما في سبلاي بالوحدة الخارجية، طبعا متابعين احنا مع الكهربائي بحيث اذا في من طرفنا اي شيء نتساعد معه اساس نخلص الامور. ما شايفين هون مكيفات شغالة، طبعا هاي وحدات خارجية، اطلع هذا المكيف طبعا هاي عندي هون مكيف ثاني اقلع، مسجد الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله من أحلى المعالم في مدينة العين الجميلة. تحية لكل متابعينا، أيضا مشفى العين الجديد أيضا تحفة معمارية ما شاء الله. تابعونا ولا تنسوا تعملوا لنا لايك للفيديوهات، عم تبخلوا علينا باللايك لانه حتى ان شاء الله نتابع معكم وننزل لكم كل ما يخص التكييف. يعطيكم العافية متابعينا الكرام.